ليلى بننتقل لتاني محطاتنا الصباحية لليوم. رح نحكي عن موضوع جدا مهم وهو التنمر. يمكن بالآونة الأخيرة عم نسمع عن التنمر قديش فعليا عم يكون شائع عند كتير من الأطفال، وكيف في يمكن بالمجتمعات حالات فردية أو مجموعة ممكن هي تقوم بهيدا التنمر على بعض الأشخاص، خصوصا بالمدارس. يعني قبل ما كنا نشوف هي الجرأة عند الطفل، اليوم لا، عم يكون بطريقة كتير يمكن خاصة وعم يأثر على نفسية الطفل. صحيح نور، كتير منتشر التنمر وخصوصا بالمدارس، وكتير بيسبب إيذاء نفسي للطفل، حتى الكبار بيتعرضوا لإيذاء نفسي من التنمر. فكيف الأطفال؟ صحيح. وفي أطفال ما بيظهر عليهم أعراض أو ممكن يكونوا عندهم، ما بنعرف هذا إذا هو السبب بيكون ضعف شخصية لحتى يخلي الطفل يتعرض للتنمر، يمكن ما بيحكوا لأهاليهم أو ما بينتبهوا. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع، شو هي أسبابه وكيف ممكن التعامل معه، معنا ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو داليدا أجبارة، حاصلة على الماجستير في الإرشاد النفسي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك سعد، صباحكم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. عم نحكي اليوم عن موضوع كثير مهم، التنمر. وبالآونة الأخيرة ما كنا نشوف انتشاره بشكل كتير كبير، بعيدا عن السوشيال ميديا اللي صار مين ما كان بيتنمر على أي حدا. اليوم خلينا نبلش بالمجتمع الصغير اللي هو الطفل. يمكن نحن الكبار نوعا ما قادرين نقدر ندافع عن أنفسنا، بس الطفل الموضوع مختلف. خلينا نعرف أول شيء التنمر شو هو. يعني لما أقول هيدا التصرف، يعني نعتبر أنه هيدا التصرف حدا عم يتنمر على شخص آخر. صحيح، حقيقة ظاهرة التنمر ظاهرة منتشرة واسعة الانتشار بالفترة الحالية. التنمر هو أحد أشكال العنف اللي بيقوم فيه شخص أو مجموعة من الأشخاص مثل ما تفضلتي. صحيح. بهدف الإيذاء، ولكن هذا السلوك بده يكون متكرر، بده يكون عن قصد، بده يكون عن قصد لشخص. ليش؟ لحتى يؤذيه، لحتى يصير في أذى من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية ومن الناحية الاجتماعية بطريقة مباشرة، من ناحية الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي، أو من بالطريقة الغير مباشرة كالإيذاء الاجتماعي أو العزل الاجتماعي. كيف العزل الاجتماعي؟ رمي الإشاعات أو نقد شخص، سواء على شكله، على لونه، على دينه، نقده على لهجته، على ثقافته. مين بيتعرض للتنمر؟ مثل ما تفضلتي، بيتعرض للتنمر كل الفئات العمرية. صحيح. كل شت، ما حدا معصوم عن التنمر. صحيح. كلياتنا معرضين للتنمر، ولكن نسب الانتشار بتكون أكثر عند الأشخاص الانطوائيين وعند الأشخاص البارزين والمشهورين، مثل ما عم نلاحظ التنمر الإلكتروني. تماما. ثلاثة، عند الأشخاص المختلفين عنا ثقافيا واجتماعيا. هذا التنمر له العديد من الأنواع. صحيح. أنواعه اللفظي عن طريق السب والشتم، أنواع النوع الثاني هو النوع الاجتماعي عن طريق رفض تقبل شخص من الأشخاص ونقده مثل ما حكينا، النفسي مثل التهديد والوعيد، والإلكتروني مثل الكومنتات والتعليقات السلبية اللي عم بتصير بالآونة الأخيرة. مثل ما حكينا أنه كل الفئات معرضة للتنمر، لكن يمكن الأطفال بشكل أكبر. الطفل هون أمام مسؤولية كبيرة. يعني شو هي الأسباب اللي بتخلي الطفل يتعرض للتنمر لحتى دائما الأهل ينتبهوا بالبيت؟ هل هو ضعف شخصي أو حسب أنه هو ما عم يختلط برا ببيئة تانية؟ شو هو السبب الأساسي؟ هلا الأسباب متعددة وبتختلف من شخص لشخص آخر، ولكن فينا نشملها بشوية بنود من طريقة التنشئة، أساليب التنشئة الوالدية اللي عم بتصير بالبيت. كيف عايش هذا الطفل ضمن بيته؟ شو الأسلوب المتبع من قبل الأهل بالتعامل معه؟ هل في تجاهل؟ هل في دلال زائد؟ دلال مفرط للطفل؟ أحيانا الدلال له سبب؟ تماما. اثنين، قد يكون الطفل يعيش بأسرة مشتتة، في انفصال أحد الوالدين أو الطلاق، فما عنده الطفل حدا يسمعه أو حدا يصغيله، فبيكون التنمر هو وسيلة من وسائل التفريغ الانفعالي أو التنفيس النفسي الانفعالي. ثلاثة، قد تكون المدرسة، قد تكون المدرسة، قد يقع الأستاذ بفخ مثلا على سبيل التمييز بين طفل وطفل، أو على التجاهل بعض الأطفال، أو عدم احترام أو تقدير جهد أحد الأطفال، فتلاقيه عم يتنمر لحتى يبرز، شوفوني أنا موجود. بس ما كنا نشوف، يعني إذا نحن لازم نعمل هيك وقفة صغيرة، ما كنا نشوف هذا الانتشار الكبير. يعني نحن بنعرف إنه هو منشأ نفسي، كثير من الأطفال عندهم خلل
يعني بالحياه الاجتماعيه سابقا، بس ما كان في هي الجراه الكبيره لحاله التنمر اللي عم نشوفها اليوم. شو سببها؟ يعني اليوم عم نشوف مثلا اطفال مثلا تتعرض للتنمر، في اطفال عم تستلز بتعذيب الاخر. ما كان نشوف هي الحالات انه هي فعليا لما تنمر على هذا الطفل هي عم تحس بنوعا ما من السعاده او الخوه. يمكن الحرب لها علاقه هلا والنزوح واختلاط الثقافات مع بعضها والبيئات جميعا مع بعضها، ما عم نقدر نتقبل او كاطفال صغار ما عم يقدروا يتقبلوا الثقافات المختلفه، لباسك غير لباسي، لهجتك غير لهجتي، خاصه بالنزوح اللي صار ضمن البلد. اثنين، عدم مراقبه الاهل. كثير من الاهالي قاعدين بيكونوا ملتيين بشيء ثاني وضغوطات الحياه اللي عايشينها، فبيغفلوا عن تربيه الاولاد او عن مراقبه الاولاد. لازم دائما نشوف الطفل عشو عم يتعرض، نسمعه، نراقبه. هي هلا رح نحكيها بعد شوي بالاجراءات ان شاء الله. انت ذكرتي من شوي انه احيانا التمييز بين طفل وطفل، يا ترى هي الاهل بيكونوا عم يتنمروا على ولد لما بيكونوا عم بيميزوا ولد عن ولد الثاني مثلا بمحبتهم او بدلالهم انه ليك اخوك عمل كذا او اخوك احسن منك؟ هي كمان ممكن نعتبرها انها تنمر بدون ما يحس. لا، التنمر بده يكون مقصود. انا حكيت هو شكل من اشكال العنف، ولكن كيف بنميزه عن العنف؟ بنميزه عن العنف انه لازم يكون مقصود. انا حاطه ببالي اني انا اقول والله بنتي الكبيره احلى من بنتي الصغيره، او حاط متكرر بده يكون على عده مرات، وبده يكون مقصود وبهدف اذلاله لهذا الشخص، وبهدف توبيخه، او بهدف جلب الاذى له وازاله الراحه عنه. تمام، هون هو بصير عرضه اكثر لهذا الموضوع. صحيح ليلى. طيب خلينا نحكي عن الاجراءات اللي ممكن تقوم فيها الام، لانه في كثير من الاطفال ما بتعبر، يعني ما بتقول انه هي تعرضت للتنمر، بيكون عندها يمكن حاله نفسيه هي بتدل انه تعرضت لهذا التنمر من خلال الانطواء او الحزن او تغيير بعض العادات اليوميه لإلهم. كيف هي الام تنتبه انه طفلها تعرض للتنمر اليوم؟ آثار التنمر آثار جدا جدا صعبة، جدا جدا بتأثر على الحالة النفسية. التنمر بيأثر على الحالة النفسية بشكل كتير كبير، له بعض الآثار المتوسطة الشدة، ما قلنا الخفيفة، متوسطة الشدة وآثار شديدة. رح نحكي أول شيء بالآثار المتوسطة الشدة، مثل نوبات الغضب، مثل القلق، مثل الحدة بالانفعالات، مثل التنمر. الشخص المتنمر عليه الضحية بيقوم بالتنمر، هو بصير بالتنمر. نحن عنا اسمها دائرة التنمر. أنا ماني قادرة أتنمر على الشخص أو رد على الشخص اللي عم يتنمر علي أنا كضحية، لأنه هو أقوى مني وسلطته أكبر. تماما، لوين بروح؟ الشخص اللي بنقول له نحن كبش الفداء، الشخص اللي أضعف مني، وهيك بصير عنا دائرة التنمر. هي واحد كأسباب، كآثار بسيطة، حزن، توتر، كذا كذا. اثنين، الآثار اللي شديدة، الشديدة اللي بتكون مرافقة، مثل أعراض الضغوط النفسية، مثل تفكير المفرط بالحدث. أنا بضلني عم فكر إنه هو شو سمعني، شو حكاني، كيف استهزأني، كيف تمسخرني. هي واحد. اثنين، اضطرابات بالنوم، أنا بيمنعني هذا الشيء من إني أنا نام بشكل صحيح. ثلاثة، أحلام مزعجة بتترافق لهذا الشيء. قد يكون عنا أفكار أو محاولات انتحارية، وخاصة في فترة المراهقة. التنمر لما يكون في فترة المراهقة، بفترة اللي بيكون فيها تغيرات هرمونية جسدية انفعالية عند الطفل، كتير بيكون حساس الموضوع هون، وبيؤدي لكتير من أما أفكار انتحارية أو إجراءات أو محاولات انتحارية. شو كمان؟ ضعف الأداء الوظيفي. يعني انا ابني عم شوفه عم يتراجع بمدرسته، طب بدي راقب ليش عم يتراجع، معقول حدا عم يتنمر عليه او عم يضايقه او الانسه او قد يكون يؤدي كمان هذا الشيء للتغيب عن المدرسه، ويؤدي للتسرب الدراسي. انا شايفه حالات تسرب دراسي بسبب التنمر. والتفكير المفرط انه بهذا الشيء، والافكار التشاؤميه والافكار السلبيه عن الذات. لازم هون الطفل يفصل بين شخصيتي انا كمثلا داليدا، وبين الشيء اللي انا وصلني منك. انا اللي وصلني منك مو هو شخصيتي، مو هو اللي بيعبر عني، فهذا الشيء نحن بنعمله بالعلاج النفسي بعدين. طب كيف انا ممكن اتعامل في حال انه شفت طفل عم يتعرض قدامي للتنمر، سواء كان ابني او اي طفل ثاني اكيد ما حيهون علينا، كيف ممكن نحن نتعامل مع هذا الشيء؟ تماما. هلا نحن كاختصاصيين نفسيين اول شيء رح احكي، بعدين رح احكي بشكل عام. كاختصاصيين نفسيين اذا بتجينا ظاهره من ظاهر التنمر، نحن بنشتغل على الشقين مثل ما تفضلتي من شوي، وغالبا العالم بينسوا انه هو بيروحوا بيشتغلوا على الطفل اللي عم يبكي ومتضايق ومتوتر. طيب والشخص المتنمر المعتدي
كمان لازم يتعالج نفسي. فنحن هون بنشتغل على الشقين، بنشتغل على الشخص المعتدي المتنمر وعلى الضحية. المتنمر بدنا نعرف شو هي احتياجاته، شو وراء كل سلوك حاجة، شو سلوكه هو التنمر، شو حاجته، ليش هو عم يتنمر، عنده حاجة ما أنا ملباية، نسعى لنعرفها ونعرف كيف نلبي له إياها بطريقة صحيحة، نصغي له، نسمع له ونحاوره. هي اتنين. ما نعتبره مذنب، لازم ما تحكي، لازم نعرف هو طفل صحيح. بالنهاية بدنا نعرف شو السبب اللي وراء هذا الشيء، نشوف ضمن بيته في قواعد ضابطة، في حزم، إذا عملت هيك رح تتعاقب بهي الطريقة ولا الأمور فوضوية وسايبة. ونعرف الطريقة اللي عم بيعملوه، أسلوب التنشئة مثل ما حكينا اللي عم بيعملوه في أهله، هل هو في عنده تجاهل عم يعمل هذا الشيء لحتى أنه شوفوني أنا هون موجود، عم يعنف ويضرب ويصرخ لحتى يبرز حاله، بالنهاية هو طفل عنده حاجة للاحترام، حاجة لأنه هو يكون موجود. بالنسبة للشخص المتنمر عليه أو الشخص الضحية، توكيد الذات، نحن نشتغل على توكيد الذات، رفع وتعزيز من الثقة بالنفس، نعلم هذا الطفل كيف هو يحط حدود لإله. أنا عندي حدود لإلي، ممنوع حدا يقترب منها، نعلمه كيف يقول لا، لا إذا حدا طلب منه شغلة، كيف هو إذا معنا وإذا هو متضايق هو كيف يعبر ويقول لا، أو يعبر بطريقة صحيحة، أو يحكي عن مشاعره، أنا تضايقت لأنك أنت سمعتيني كلمة غلط أو أنت تنمرتي علي، من بعد إذنك أنا هذا الشيء سبب لي كتير إزعاج، وهو كان بطريقة غير لطيفة، ممكن للمرة الجاية لا تحكي هاي معي أو غيري من أسلوب تعاملك معي. هي نحن بنشتغل عليه بالعلاج النفسي. أما كإجراءات وقائية كيف نحن كأهل نشتغل مع أولادنا، الحوار 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 والإصغاء، الإصغاء لهذا الطفل بطريقة تعاطف. كيف يعني تعاطف؟ كتير حلو أنا كأم أو كمقدم رعاية لهذا الطفل إلا جملة لما يجي هو متضايق ومزعوج وعم يحكي معي عن ظاهرة التنمر صارت معه، صح الحق معك، الشيء اللي أنت مريت فيه هو جدا مزعج، حقا مزعج، هاي تعاطف. هون بيحس الطفل أنه أنت شلتي نص من وجعه، نص ألمه انزاح عنه، لأنه في مين عم يسمعه، في مين عم يصغيله، الاستماع غير الإصغاء، الإصغاء بكل حواسي أنا عم أسمع له. تمام؟ اثنين، مشاركته، شو رأيك أنا وياك، أنا وياك نحل هاي القصة، قصة التنمر، لأخذ منه أفكار، بركي هو عنده أفكار وعنده حلول. ثلاثة، يسرد له قصص عن أشخاص تعرضوا للتنمر ولكن هؤلاء الأشخاص عرفوا يتجاوزوا هاي الطريقة واعتبروها قوة، قصة نجاح عن التنمر، كيف هذا الشخص تعامل مع هاي القصة وكيف تجاوزها وكانت عنده تجربة ناجحة مو تجربة فاشلة. أنا كأم راقب طفلي كيف أداؤه الوظيفي، عم يتراجع، عم يخف ولا لا. أنا كأم راقب أحلامه، يمكن يفيق هو يحكي حلم أنا أقول له إيه كون متضايقة بعد عني هلأ ماني فاضيت لك، هو يمكن عن طريق الأحلام تطلع قصص التنمر أو قصص الكبت اللي جوا لأنه هو ما أنه قادر يحكي، فأنا أسمعه. الطريقة الحلوة كتير بتعامل مع الأطفال الرسم، أنا أعطي ابني يرسم، فهذا الشيء كتير بينفس الانفعالات اللي جواته وبيطلع المشاكل اللي عنده. كمدرسة خلينا نحكي إجراءات وقائية بالمدرسة، لأنه بالمدرسة عم يصير التنمر وعم نرصد حالات التنمر. صحيح، مشكلة كبيرة للأسف. فأنا كمدرسة شو أعمل؟ التوعية، ثم التوعية عن حالات، عن ظاهرة التنمر وآثاره. كيف التوعية؟ فوت أنا عند أطفال صغار أحكي عن التنمر، أكيد ما رح يفهموا. بعمل لعب أدوار، بعمل مسرح دمى، بجيب فيديو توعوي بيعرض ظاهرة من ظاهرة التنمر ونشوف هذا الشخص اللي عم يتعرض للتنمر قد عم يتضايق. هون الأطفال بيدركوا هاي الظاهرة أكثر من أسلوب المحاضرة. اثنين، التبليغ، كتير حلو ننشر ثقافة التبليغ، إنه إذا أنت تعرضت لهي الظاهرة أو لهي لهذا السلوك اللي بشع تعال بلغ. مين بدي بلغ يا أنسة؟ بلغ المديرة، بلغ المرشد النفسي الموجود بالمدرسة، بلغ حدا أنت واثق فيه، بابا، صحيح، ماما، حدا أنت واثق فيه يقدر يحل لك مشكلتك. كمان كمدرسة شو فيني أعمل؟ أطول التعزيز، الأسلوب الإيجابي مع الأطفال والطريقة الإيجابية مع الأطفال، والاستعانة بالاختصاصيين النفسيين في حال كانت الأمور شديدة وفي نوع من الاكتئاب أو من القلق.
أكيد. بالختام داليدا جبارة حاصلة على ماجستير إرشاد نفسي، نتمنى لك فعليا التوفيق بعملك، نتشكرك على كل المعلومات اللي حكينا عنها، لأنه فعليا هيدا موضوع كتير مهم بما يتعلق خصوصا اليوم بظاهرة التنمر على الأطفال، لأنه منتشرة بشكل كتير صحيح. كبير للأسف، وموضوع جدا كبير يعني ما فينا ننهي بشير بعض ساعة. أكيد إذا محطات قادمة أكيد. شكرا كتير لك، نتشكر حضورك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا إياها.